يريد إسقاط النظام، الشعب 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 يريد إسقاط النظام. زبانية مبارك، كلاب الحراسة السعرانة، الكلاب طمع السياسي والوساخة بتاعت القائد الوسخ، لا ادرك مال في الناس ورغم مال في السعر. 30 سنة مش عايز يخوض، 30 سنة بهدلنا اقتصاديا واجتماعيا، 13 مليون عانس، 13 مليون عاطل، اقتصاد خربان، كلاب عمالة تسرع في البلد فوقها وتحتها، كلاب عمالة تطحن فينا وتدوس علينا بجزامها، والكلب قاعد فوق لازم حسني مبارك يرحم، مش عايز يمشي، يسيب الحكم ويرحم. الكلب مش عايز يمشي، مش هنمشي، هنفضل معتصمين في الشارع لحد ما يرحم. ومش هيرحم.
يلا خلاص